عند صيدلية الحسيني عند الموقف بتاع الطرق. مساء الخير على حضراتكم مشاهدة ومتابعة تلجراف مصر في كل مكان، معاكم محمد العبساوي صحفي بالموقع، متواجدين مع حضراتكم حاليا في منطقة العروبة بالطلبية، يعني بننقل لحضراتكم تفاصيل جريمة حدثت يوم الجمعة. فتاة أنهت حياة شاب بطعنة في الصدر بسكينة بسبب يعني أولوية ركوب التوك توك. تفاصيل الواقعة نعرفها من والدته، هتحكيها لنا وتقول لنا ايه اللي حصل بالظبط مع ابنها. اتفضلي يا حاجة عرفينا بنفسك. ام خالد محمد احمد. ايه اللي حصل مع خالد بقى؟ ابني كان جاي على البيت، كان بيركب توك توك وجاي على البيت. بعد ما ركب التوك توك صاحب التوك توك قال له انزل من التوك توك. قال له ليه؟ قال له صاحبك التوك توك مش عايزه تركبك. نزل شتمته. هي مش صاحبة التوك توك ولا حاجة، بس هي معرفش ليه شتمته، اتسلطت عليه ليه كده؟ عشان عمره. اتسلطت عليه شتمته، قال لها انت بتشتميني؟ قالت له اه. لا طيب ماشي. راحت ما كفاش انها شتمته، يعني هي شتمته، هو رايح يركب توك توك جاي على هنا على البيت فهي راحت شتمها قالت له انزل من التوك توك. لا، بعد ما اتسلطت عليه صاحب التوك توك قالت له نزله من التوك توك، ما تركبوش معاك. ما اعرفش ليه، بدون سبب، من غير سبب، احنا ما فيش بينا وبينها علاقه. انا اعرفها كبياعه في السوق، لكن حتى شراء ما اشتريش منها عشان معروفه انها سلطه اللسان وبتاعت جرايم ومحبوسه قبل كده كذا مره. ما بنمسكش سيره ولايه، بس من ضمن محبوسه على الدعاره. تمام. ونصب وقروض ومخدرات وكل حاجة. المهم من يوم الواقعة ايه اللي حصل بينها وبين ابن حضرتك؟ التوك توك قالت له، قال له صاحب التوك توك انزل من التوك توك. السواق على التوك توك قال له ليه؟ قال له صاحبة التوك توك مش عايزة تركبك. قال له ليه يا عم؟ هو احنا هنركب ببلاش؟ لو انت خايف خد فلوسك قبل ما تتحرك. قال له معلش انزل. قال له ماشي. ينزل ما عرفش حاجة، شتمته هي. بعد ما نزل من التوك توك ساب لها التوك توك ونزل شتمته برضه. تمام. من غير سبب، ما عملهاش حاجه، شتمته. لا تشتميني؟ قالت له اه. ما اعرفش شتمها ما شتمهاش، ما اعرفش. قلعت الشبشب ضربته، مسك الشبشب ضربها بيه على دماغها وقال لها لو انت راجل كنت اتصرفت معاكي. وسابها ومشي. يعني هي قلعت الشبشب وخبطته على دماغه. ضربته، وهي ضربته بالشبشب، هو خده منها وضربه على ضربها على دماغها دي. ولا لو راجل كنت اتصرفت معاكي. وسابها ومشي. تمام. يعني قعدت تزعق ويزعق والناس سلكتهم من بعضهم ومشوا. مشيت. هو اللي مشي ابني. وسابها مكانها ومشي. تمام. هي جنب الفرش بتاعها وهو سابها ومشي. راح ياخد توك توك غير التوك توك. الناس سلكتهم من بعضيهم ومشي. راح ياخد توك توك تاني، التوك توك التاني مش عارفه في ايه. اتعطل جنب التوك توك عجله معرفش ولا في ايه، المهم. بيركب التوك توك التاني. خد بعضها وجري في واحد راجل قاعد بتاع سكاكين وادوات منزليه وكلام من ده. وابني يعني مش عارف حاجه. جابت السكينه جديده حامي. ضربته هي ضربه واحده في قلبه. هي واحدة بس. ما يعرفش. قال خلاص. ولا عارف ان هي جياله ولا رايحاله ولا حاجة. يعني هو سابها ومشي وهي اللي راحت وراه. سابها ومشي وطلعت وراه. الناس سلكتهم من بعض. خلاص سابها ومشي، بيركب توك توك تاني وجاي على البيت، سابها ومشي. جريت على الراجل بتاع الادوات المنزلية وخدت سكينة تانية. خدت سكينة وراحت ضربته بيها. ضربته بيها في صدره في قلبه ضربة واحدة. لا دافع ولا اتخانق ولا اتكلم. ولا حي ولا اي حاجه. بعد ما ضربته جري وراها وحب يضربها. بعد ما ضربته وهو مضروب جري وراها وحب يضربها. كان فاكر نفسه متعور، بيقول لصاحبه يا يوسف هو انا اتعورت؟ هعورها زي ما عورتني. طلع يجري وراها يضربها. وقع وصاحبه ما عرفش ان هو بيموت. يعني قال لك جري وراها وبيضربها زي ما هي ضربته، ما فيهوش حاجه كويس، تعويره وخلاص. راح وقع على رجليه، كفى على وشه، خدوا طلع بيه على مستشفى هنا اسمها نور الرحمن. نور الرحمن على 30. مفيش دكاتره عشان الدنيا عيد. ايوه. خدوا طلع بيه على الاسلاميه، مفيش دكاتره عشان الدنيا عيد. راح بيهم المصريين خدوه منه حطوه على الاجهزه حوالي نص ساعه. للاسف ما قدرش يتصل بينا.
تليفون ابني فاصل شحن وتليفونه فاصل شحن. على بال ما رحت المستشفى لقيته في المشرحة، لقيته في التلاجة. ومن التلاجة طلع على مشرحة زينهم بالتشريح. وكان توفى. كان توفى. طعنة واحدة. ده التيشيرت اللي هو كان لابسه يوم الواقعة. طعنة واحدة. مفيش أي مقاومة. التيشيرت زي الفل. جزمة مفيش حاجة زي الفل. بنطلون مفيش حاجة زي الفل. ولا أي حاجة. ما تغسلوش. مش تقول النهارده ثالث يوم الناس بتغسل، ما غسلتهمش، مخلياهم بريحته فيه. ما تغسلوش، نقطة دم مفيش. مش واخد خوانه واقف وبيركب توك توك تاني وجاي. تيشيرت وقال هي دي هي دي الخط. مفيش غيرها. هي دي. وسابها ومشي. ومش واخد خوانه. وسابها ومشي. كان بيصلي، بيقطع. لكن كان عايز يتوب لله. ختم المصحف قبل ما يجي من شغله وجاي من شغله. قلت له تعالى يا حبيبي 20 يوم ولا 25 يوم بتاكل فول وطعميه، خطك بياكلوا وبيشربوا، تعالى انت تعبان عليا تعالى. دي صورته وهو في الجيش. دي صورته. دي صورته وهو اصغر، كان في الاعدادي. ده تصريح اللي الموقع اللي هو فيه. ده الموقع اللي شغال فيه. شغال عامل يعني. عامل هو دبلوم تجاره وشغال مع واحد مهندس. شغال مع واحد مهندس، يشتغل اي حاجه. ما بيقولش لا على الشغل. مبيض ماشي، حارس ماشي، امني ماشي، المهم ان في شغل. مش عاطل يعني، لا بيشتغل. لا لا. وبينزل يجيب لا لا مش عاطل رزق. الحمد لله. ده الكارنيه بتاعه قبل ما يموت. المهندس اسمه ايمن والكومباوند اسمه. كان شغال عامل في كومباوند يعني قبل ما يتوفى. قبل الواقعة كلمك يا حاجة قال لك حاجة او كنت كان في كلام بينكم قبل اليوم؟ قلبي مقبوض مش عارف ليه. قلبي مقبوض مش عارف ليه. هو اللي قال لك كده ولا حضرتك اللي ولما انت كنت حاسة؟ ولما قال لي قلبي مقبوض مش عارف ليه وقال لي خارج، قلت له فسح. يعني هو قبل ما يخرج يوم الواقعة قال لك انا قلبي مقبوض. وقال لاصحابه كلهم. كان حاسس. وقال لاصحابه قلبي مقبوض مش عارف ليه. ربنا يعدي العيد دوت على خير. قعدوا يضحكوا معايا يقولوا ليه يعني قلبك مقبوض؟ مفيش حاجه وهيعدي على خير ومفيش حاجه. قلبي مقبوض مش عارف ايه. شغال مع واحد عقيد اسمه ايمن الجنسي. طيب هو ما قالكيش حاجه بقى يعني اخر لقاء بينكم ما كان كان قال لك بيحكي لي بقى على ايه قبل ما يموت. وانا في الشغل كنت محتاج فلوس. صاحبي باسم بعت لي 500 جنيه كاني بيقول لي عشان اسدد الدين. صاحبي باسم اللي كان معايا في الجيش بعت لي 500 جنيه. وفلوسي ليا عند المهندس ايمن فلوس. ومحوش معايا فلوس على اساس انه هيعمل مشروع. هو مش الطبيعي بتاعه ان هو ما بيقولكيش على الحاجات دي. لا بس هو اللي هو بيمشي حاله. معاه فلوس ما معهوش فلوس، عايزه فلوس يما خدي. لكن هو جه في الايام ديت وقال لي ايمن باسم صاحبي لي 500 جنيه. بعتهم لي وانا في الـ في الـ في الشغل، ما كانش معايا فلوس. اتصلت على المهندس يبعت لي فلوس والمهندس ما ردش. الدنيا رمضان والاكل هناك غالي. اتصلت عليه، اتصل هو عليا اما لاني متضايق. قال لي مالك يا خالد؟ قلت له مفيش حاجه. متضايق متضايق ليه يا حبيبي؟ قال له مفيش حاجه. قال له عايز فلوس؟ انا بعت لك فلوس على فودافون كاش، انا عارف ان انت عندك مفيش سحره. راح بعت له 500 جنيه. بيحكي لي 500 جنيه ما تقعدش حاجه يا امي، ده انا باكل في الفطار ب 100 جنيه فول وطعميه. فول وطعميه وب 100 جنيه. ولما قال لي كده جه في اواخر رمضان وقلت له تعالى حبيبي اقعد وسط اخواتك الكام يوم دول، اخليني اكمل الشهر بتاعي؟ قلت له لا. تعالى حبيبي. قال لي طيب هتصل بحد يجي يقعد مكاني ال 10 ايام دول ولا 5 6 ايام دول وابقى ارجع. قلت له ماشي. اتصل بحد يقعد مكانك، اي حد يقعد مكانك، وتعالى عيد وسط اخواتك وكلك لقمه حلوه. ده احنا في رمضان، بدل ما انت تاكل فول وطعميه. يقول لي والله باكل فول وطعميه ب 100 جنيه. انا ايه 150 جنيه بتقف عليا؟ 150 جنيه يوميتي 150 جنيه. ومفيش اي شغل دلوقتي. هو كان بيشتغل مع مع الحراسه. يعني لو في شغل في الفيلا اللي هو حارسها هم مسموح له
نشتغل في الشغل. هو حارس بالليل وبالنهار لو اي حد عايز يشتغل معاه في البياض في النقاشه بيروح. في نفس الفيلا مسموح له بيتحاسب عليه. تمام. فقال لي مفيش اليومين دول الناس كلها مأجزة ومحدش بيشتغل وانا مفيش غير ال 150 جنيه اللي داخله عليا، 100 جنيه باكلها فول وطعميه وال 50 جنيه ايه لازمتها؟ قلت له تعالى يا حبيبي اقعد مع اخواتك كل لك لقمه كويسه مع اخواتك تعالى. وجه والحمد لله انه جه. طيب انا اسف اللي انا هقوله لحضرتك ده يعني، بس لازم برضو نعرف الحقيقه فين. دلوقتي في اقاويل كتير بتتقال وفي كلام بيتقال. أيوة. طبعا ده الطبيعي، ده طبيعي. ايه ايه ردك على انه كان بيعاكسها اصلا؟ كذب. ابني هيعاكس دي؟ ابني عاكس دي؟ ده ابني ما كانش بيعجبه حد. ده ابني ما كانش بيعجبه حد دي. لا يما لا، كان عايز يتجوز، كان بيدور على عروسه. كان بيدور شوفي لي عروسه، شقته موجوده اهي فوق، اوضب الشقه من بعد العيد وشوفي لي عروسه. لازم تقول كده. واحده بتاعت مخدرات ودعاره ومسجونه بدل مره اتنين وتلاته، لما تدافع عن نفسها هتقول ايه؟ هتقول بتحرش بيا. صح ولا غلط؟ منها لله، منها لله. واحنا هنسيب الموضوع ده للتحقيقات، هي اللي هتثبت الموضوع دوت، لكن احنا بنرد على الناس اللي بتتكلم في الشارع وبتقول ده ما حصلش. لا طبعا. لا طبعا. واحد خاتم القرآن في رمضان، واحد بيخاف الله. ابني مش هقولك كانش بيعمل شقاوة و... لا زي زي طبيعي أي زي زي أي شاب. ويضحك ويهزر كل حاجة، لكن هو كان بيخاف الله. وختم القرآن قبل ما يجي من شغله. ختم القرآن قبل وجه ويتصل بأخت التوأم، جاب لها عباية عيد الأم. صليت يا ردوة؟ ما صليتش يا خالد. ليه يا ردوة؟ العيال عندها عيلين. عندها عيلين صغيرين، عيل عنده 3 سنين وعيل عنده كام شهر. صليت يا ردوة العيال يا خالد؟ مش عارفة اتلفت منهم. صلي يا ردوة. أنا زعلان إن أنا بصلي وبقطع، بس هصلي على طول إن شاء الله. صلي يا ردوة. صليتي يما؟ ما تفطريش، افطري يما وكلي في المغرب. تفني يا خالد؟ أنا هصلي المغرب وأطلع. افطري يما وانا جاي، افطري يما باللي ريقك وانا جاي. ربنا. واحد بيسيب الاكل والشرب وراح يصلي الاول وختم القران هيروح يعاكس هند جرجير؟ لا. طيب هو كان في مشاكل بينهم قبل كده؟ ما نعرفهاش اكتر من معرفتنا بيها من السوق. لكن ما فيش علاقه اكتر من ان هي بياعه في السوق وبياعه مش كويسه وشمال، والناس عارفه انها شمال وصليطه اللسان. بس دي نسيبها للتحقيق. بس ده اللي نعرفه. انا بقول لك اللي احنا نعرفه. اكتر من انها بياعه فجل وجرجير في السوق ما تعرفيش عنها. ارجع عنها. طيب. واعرف ساكنه فين في شارع اعرفه قريب مني هنا بس. تمام. لكن اتفضلي قولي سيرتها بس. لكن انا عشان حتى اروح اشتري منها حزمه جرجير لا. ليه؟ صليطه اللسان، قليله الادب، بتتخانق مع دبان وشها. بدل المره اتسجنت كذا مره هي واخوها، اسمه اخوها مسجون دلوقتي. بن لادن، شهرته بن لادن. شهرته بن لادن مسجون على كده، بتوع مخدرات وبتوع دعاره وبتوع قروض وبتوع كل حاجه. تمام. طب انت طلبات حضرتك ايه؟ حق ابني. القصاص بما يرضي الله، العين بالعين، حقه هيرجع له ان شاء الله. والقضيه لسه في التحقيقات، وان شاء الله حقه يرجع له ويثبتوا مين اللي غلطان، وحقه هيرجع له ان شاء الله. وبدعي له ربنا يصبرك يا رب. واحنا بنعزيكي، الناس كلها تدعي له، بنعزيكي وبندعي لك ربنا يصبرك. هيرجع له، هيرجع له ان شاء الله. احنا معانا خالته برضو. حضرتك حابه تتكلمي في حاجه؟ حابه تقولي حاجه عن يعني حابه تقولي حاجه عن خالد او تقولي له اي حاجه؟ الحمد لله ده ابني، ابني وهو كان بيودعنا كلنا. يعني الجار اللي عدى ده كله شغل صلاه واخد رضا امه، جايب الموسم لاخته. كان بيكلم كل يوم اخته. ليه يعني ليه؟ قال لك حاجه قبل ما يتوفى؟ حصل بينكم موقف مثلا مش قادره تنسيه؟ مفيش غير ان هو كان جايب ترنج زي ترنجي وقلنا نتصور سوا، بس ما عزلش نظيف. انا مربياه يعني. الله يرحمه، الله يرحمه ويسامحه ويغفر له.
طب حابه تقولي له رساله؟ ما كانش ليه الموته دي، ما كانش ليه، شاب زي الفل، عريس عريس، كان المفروض ان هو يتجوز بنت عمه. ربنا يرحمه يا رب ويصبركم يا رب. شكرا لحضراتكم مشاهدي ومتابعي تليجراف مصر في كل مكان.